سيد ميران، نصوح آغا بيسلم عليك، أخذ قراره بخصوصك وبيقول لك فيك تتفضل وتطلب يارين بنت جيهان. وصل احتراماتي لنصوح آغا. وصل وخبره أنه يوم الجمعة أنا وعيلتي رح نروح نطلب حفيدته. الله يتمم على خير. آمين. صحة وهنا. هزار قاعد قدامنا وعابس وشك كأنه مو عاجبك شي، مزبوط؟ اجا حميد آغا. ليش ما فوتتيه لجوا فورا؟ شو عم تستني؟ تفضل لجوا، لا تواخذنا. مو مشكلة، جيبوا القهوة بسرعة. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. أهلين يا أغا. أهلين فيك. أهلين وسهلا. أهلين. أهلين فيك. طمنا، شو صار معك؟ شو الأخبار يلي جبتها؟ الأخبار منيحة، السيد ميران وافق والجمعة رح يجوا ليطلبوا إيد حفيدتك. بتعرفوا هالولد ميران طلع أذكى مما كنت متوقع. أنا شايف إنه هالرابط رح يكون منيح كتير مشان هالعيلتين. هادي اللي كنت بتمناه. هلأ بتبردي يا خالو.